بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب الأعزاء، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student Medical Education Lecture Human Anatomy Dual Musculoskeletal System Title Deep Covering of the Anterior Abdominal Wall. الصورة بتوضح لي الـ Anterior Abdominal Wall. إحنا هنتكلم على الـ Deep Covering of the Anterior Abdominal Wall. Structure of the anterior abdominal wall. لو خدنا ادي الانتيور ابدومينال وول زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ودي منطقه الابدون. لو خدنا سيكشن بالانتيور ابدومينال وول وخدناه وبصينا عليه ترانزفيرس سيكشن، بيبين لي في سوبرفيشال كفرنج ستراكشر، ده رقم واحد، وهو السكن والسوبرفيشال فاشيا. والسوبرفيشال فاشيا بتنقسم لجزئين، سكاربس فاشيا وكامبرز فاشيا، واتكلمنا عليهم في فيديو خاص لوحديهم رقم واحد. بعد كده في الماسكولار لير اوف ذا انتيرور ابدومينال وول، ودول الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس، مجموعه الماسلز دي معاهم الريكتس ابدومينس، واتكلمنا عليهم في الماسكوليتشرز اوف ذا انتيرور ابدومينال وول، وده فيديو برضك لوحده. بعد كده هنتكلم النهارده على ثالث بارتيشنز اللي هو انترنال كفرنج اوف ذا anterior abdominal wall. الانترنال كفرنج وده بيتكون من فاشيا ترانسفيرساليز والبريبروتينيال فاتي تيشو والبروتينيوم. يبقى بنتكلم على ثالث فيديو في الانتيرور ابدومينال وول اللي هو الانترنال كفرنج او الديب كفرنج اوف ذا انتيرور ابدومينال وول. الديب كفرنج اوف ذا anterior abdominal wall، ادي الانتيرور ابدومينال وول واخدين فيه longitudinal sections، ادي الانتيرور ابدومينال وول وكده superficial وكده deep. السوبرفيشال اللي احنا عارفينهم superficial covering structure واتكلمنا عليهم، وادي المسكولار لير اللي احنا اتكلمنا عليها external وinternal oblique وترانسفيرس ابدومينس. ادي الديب لير او الديب كفرنج بتاعت الانتيرور ابدومينال وول، وده هنتكلم فيه على مين؟ على فاشيا ترانسفيرسالز، دي حاجه مهمه جدا. دي اول طبقه فيهم سوبرفيشال، بتكون فاشيا ترانسفيرسالز اللي هي باللون الابيض دون، تحت منها بريبروتينيال فاتي تيشو باللون الاصفر، وبعدين البرايتال بروتونيوم. يبقى هنتكلم على الثلاث طبقات دول ان ديتيلز. الديب كفرنج ستراكشرز اوف ذا انتيرور ابدومينال وول، دي صوره واضحه خالص. خدنا كرونال سيكشن توتالي في الانتيرور ابدومينال وول وبنبص عليه من الداخل. ادي دي منطقه الريكتس شيس، واللي احنا شايفينه ده اللي قدام منا بيلمع باللون الابيض ده برايت البروتينيال كفرنج. طبعا ده الريكتس شيس فاتحينه هو من هنا، وهنلقى فيه بعد كده ده البروتينيوم اللي هو باللون الابيض، وهنلقى فيه هنا هو دون الاركويت لاين، الحته اللي احنا شايفينها دي منطقه الاركويت لاين اللي هي بتخش فيها الانفيرو بجاستريك فيزلز، بتخش في الريكتس شيس وتمشي بوستير تو ذا ريكتس ابدومينس ماسلز، ودي الامبلايكس وماسك فيها مجموعه ليجامنت هنا الخمسه ليجامنت اللي احنا اتكلمنا عليهم ونتكلم عليهم ان ديتيلز. يبقى دي اللي هو الانر سيرفيس of the anterior abdominal wall واللي قدام منا مباشرة دي البروتينيوم، لكن superficial البروتينيوم covering اللي هو الخط الأبيض الصغير دون هنلقى فيه superficial ليه على طول الفاشيا transversalis والtransverse abdominis muscles. الصورة دي transverse section وبوضح لي الكفرنج اللي موجود، وآدي دي اللي احنا هنتكلم عليها أول واحدة الفاشيا transversalis. مطلوب مني تعريف الفاشيا transversalis، آدي اللي أنا بشاور عليها دي الفاشيا transversalis، هي عبارة عن fibrous sheet of connective tissue مغطي لي بيعمل لي covering لل inner surface of transversus abdominis muscle. ادي الترانسفيرسس ابدومينس ماسل على البوث سايد من هنا ومن هنا، واللي تحت منهم عاملهم covering internally على طول مباشره الفاشيا ترانسفيرسالز. ده الديفينيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالز. هنتكلم بعد كده على الاتاشمنت اوف فاشيا ترانسفيرسالز. الاتاشمنت لو باصين عليه الاتاشمنت ميديالي هنا بتمسك في اللينا البا، واضحه خالص الترانسفيرس سيكشن مبينها لي انها ماسكه في اللينا البا هنا اهو موجود. ادي الخط الوسط اللي موجود في الانتيرو ابدومينال وول هي راحه ماسكه فيه، ادي دون الفاشيا ترانسفيرسال زي ما احنا شايفين كده. ده الاتاشمنت بتاعها، وفي كمان اذر اتاشمنت هنشوفه في صوره ثانيه.
ادي الصورة التانية بتوضح لي الفاشيا ترانسفيرسالس، ادي مجموعة الماسل والسوبرفيشال كفرنج ستراكشر، واللي تحت منهم باللون السماوي البسيط النيلي ده اللي هي فاشيا ترانسفيرسالس. الفاشيا ترانسفيرسالس قلنا ان هي اتشمنت ميديالي في اللينا البا، ادي اللينا البا ماسكة فيها ميديالي. طيب سيبيرولي بتكون ماسكة فين؟ بتروح تعمل كونتينويشنز مع الفاشيا كفرنج اوف ذا، الفاشيا اللي بتعمل لي كفرنج ذا ديفراجم، يبقى دي بتعمل لي كونتينويشنز مع الفاشيا كفرنج ذا ديفراجم سيبيرولي. طب بوستيرولي من الخلف من ورا من هنا هتعمل لي اتشمنت لمين؟ للسوراكولامبر فاشيا، ودي مهمه جدا، السوراكولامبر فاشيا دي بتروح تعمل اتشمنت فيه. طب انفيرولي هنا بتروح فينا حته؟ بتنزل انفيرولي تبقى كونتينود مع الفاشيا الياكس، وكمان بتعمل لي اتشمنت في الكونكتيف تيشو بسايد ذا انجوينال ليجامنت. دي انفيرولي الفاشيا ترانسفيرساليز انفيرولي اللور بارت، بتمسك في الكونكتيف تيشو بسايد ذا انجوينال ليجامنت، وكمان بتعمل لي كونتينويشنز لمين؟ للفاشيا الياكس. لكن في جزء منها مهم جدا في غايه الاهميه، بيعدي تحت الانجوينال ليجامنت واعمل لي جزء من الفيمورال شيس، الانتيور لاير اوف ذا فيمورال شيس، دي كونتينويشن لمين؟ للفاشيا ترانسفيرسالز. دي نقطه في غايه الاهميه في الفاشيا ترانسفيرسالز اللي احنا شايفينها قدام منا دي. لكن كمان في نقطه تانية مهمه في الفاشيا ترانسفيرسالز، ان هي فيها فتحه صغيره اهي في الميد انجوينال بوينت، يعني الميد انجوينال بوينت about 1 سنتيمتر above the mid inguinal point. الانجوينال بوينت دي بنحسبها من الانتيرو سيبيرو الياك سباين، بنقيس المسافه من الانتيرو سيبيرو الياك سباين للبيوبك تيوبركل، المنتصف بتاع المسافه دي حوالي 1 سنتي فوق منها بالظبط بلاقي اللي هي الديب انجوينال رينج او الانترنال انجوينال رينج، ودي فتحه موجوده في الفاشيا ترانسفيرساليس، تعالوا نتكلم عليها ان ديتيلز. ادي الفاشيا ترانسفيرساليس هنا في الحاله دي اللي هي باللون الابيض دي قطعناها، ولقينا فيها الديب انجوينال رينج اللي احنا عايزين نتكلم عليها ان ديتيلز. يبقى ما هي الديب انجوينال رينج؟ هي فتحه اوبننج ان ذا فاشيا ترانسفيرساليس اباوت 1 سنتيمتر اباف ذا ميد انجوينال بوينت. مطلوب مني اعرف وات از ذا ستراكشر باسنج ثرو ذا ديب انجوينال رينج. ادي الديب انجوينال رينج واضحه خالص اهي، وادي الفاشيا ترانسفيرسالز اللي باللون الابيض مع عاملين لها كاتنج، وهي عامله لي كفرنج لمين؟ للترانسفيرسس ابدومينس. تعالوا نشوف ايه الاستراكشرز اللي بتعدي منها. مهم جدا في حالات الميل الاستراكشرز اللي بتعدي منها، اول حاجه ستيكولار ارتري، وده ارتري جاي من الابدومينال اورطه في غايه الاهميه، بيروح يغذي لي التستس. كمان بيعدي منها مين؟ ستيكولار فين، وده واخد الفينوس درينج اوف ذا تستس وبيروح لمين؟ يعمل اتاشمنت يكون كونتينود مع الانفيرور فينا كيفا على الرايت سايد، وعلى الليفت سايد مع الليفت رينال فين. طيب كمان الفاس ديفرنس في غايه الاهميه، ادي الفاس ديفرنس اهو اللي بيشيل السبيرمز من التستس يوصلها لمين؟ للايجكولاتري داكت في خلف المثانه. يبقى الثلاثة ستراكشرز دول في حالات الميل، أما في حالات الفيميل فبيعدي منها الراوند ليجامنت أوف ذا يوترس وكمان شوية لمفاتكس. يبقى دي الستراكشرز باسنج ثرو ذا انترنال رينج أو ديب رينج أوف انجوينال، ديب انجوينال رينج اللي موجودة في الفاشيا ترانسفيرساليس. بروتينيال كفرنج أوف ذا انتيرو أبدومينال وول، أدي الانتيرو أبدومينال وول اللي احنا شايفينه ده البوستيرور اسبيكت اوف ذا انتيرو ابدومينال وول، يعني قطعنا منطقه الابدومن خدنا سيكشن كده تمام كرونال سيكشن بعد الانتيرو ابدومينال وول مباشره، وبنبص عليه من البوستيرور اسبيكت، ادي البوستيرور اسبيكت اوف ذا انتيرو ابدومينال وول. فالبوستيرور اسبيكت ده بنلقى في مين؟ البروتينيوم اللي احنا شايفينه دون، ادي البروتينيوم المنطقه اللي احنا شايفينها دي البروتينيوم، ولكن في المنتصف هنا المنطقه دي بتاعت الامبلايكس اللي احنا بنتكلم عليها البوستيرور سيرفيس اوف ذا امبلايكس، هنلقى مين اللي ماسك فيها؟ الفالسيفورم ليجامنت، ادي الفالسيفورم ليجامنت ماسكه فين؟ في الديافراجم، وراح ماسكه في الليفر والانتيرو ابدومينال وول، ادي الفالسيفورم ليجامنت اللي انا بشاور عليها دي، وكمان معاها مين؟ ليجامنتم فينوزم او الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر، ودي عباره عن اوبريتريشنز اوف ذا امبلايكال فين.
ميديان امبلايكال ليجامنت، ادي الميديان امبلايكال ليجامنت اللي انا بشاور عليها في المنتصف ديت، ودي ليجامنت واحده واصله بين مين؟ بين الامبلايكس وبين اليورينري بلادر، زي ما احنا شايفين هو ابلوتريشن اوف اليوريكاس في الامبريولوجي، هي عباره عن ابلوتريشن اوف يوريكاس. بعد كده في تو ميديال امبلايكال ليجامنت، ادي الميديال امبلايكال ليجامنت او ميديال امبلايكال فولت اللي انا بشاور عليها، دي الميديال امبلايكال ليجامنت، ودي عباره عن obliterations of the umbilical arteries right and left. غير كده في two lateral umbilical ligament، وادي lateral umbilical ligament، ودي عباره عن fold من البروتونيوم related to the inferior epigastric vessels. ادي الخمسه ligament اللي اتكلمنا عليهم attached to the umbilicus. MCQ questions ممكن يجي which of the following ligament is remnant of uricus، وحطينا لك خمسه ligament قدام منك اهم. طبعا اليوريكاس معروفة ان هي الميديان امبلايكال ليجامنت، وبتوصل بين الامبلايكاس وبين مين؟ اليورينري بلادر. ناخد رقم سي هي الاجابة الصحيحة. ثانك يو.